السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في، وكذلك جي اس كا اخبار التي تاتيكم دائما كل هو جديد وحصري على اخبار شباب القبائل، يعني حصري راح نخليكم تسمعوا مقاطع مما قالها المرحوم حناشي رحمه الله وماذا تكلم عن أبناء فريق شبيبة القبائل. صراحة كان كلام قوي جدا للمرحوم يعني رحمه الله، نتمنى منكم إن شاء الله كامل تدعي له بالرحمة والمغفرة. يعني قال كلام يعني رانا عايشينه لحد الآن يعني مع شبيبة القبائل وفي أبناء الفريق، يعني رانا عايشين في هذا الكلام والمقتطفات اللي تكلم عليها. خلينا كم تسجيل تحاف فقط اسمعوا وخليونا الاراء تاعكم في التعليقات، وما تنساش دير جيم وتابوني في القناه. يعني شخصين مبدئين استغراب هو الانتقاد، انتقادات اسماء مرت على الفريق، قال بانها لم تقدم شيئا لما كانت في اداره هذا الفريق. مباشره طبعا الى التصريح الثاني مع زميلنا اسلام بقرعه، تفضل. لي زونسي كان كاع خدامين في لاجي اس كا ابري لو ريغ، كانوا يخدموا كاع، واحد سكرتير واحد الاخر كاع كانوا في لاجي اس كا. وذوك ذوك ماشي مليح على جي اس كا باسكو انا يو لا سيزون بلو ديفيسيل. انا ما فهمتش يخليو الفريق يكمل لي دو ماتش اللي عندنا ومن بعد يخلطو كيما يحبوا. هادو نهار السبت نهار المقابله يديروا سيتينغ، كي سافو دير سافو دير كل جوا كيشوفو ما يلعبوش ما يلعبوش. اذا رئيس الشباب في الشوارع نتصور واش كاين شي حاجه اللي فينا اكيد هنا نتصور ناسنا لا يجب لي زياره كامل يمكن وفهم تجي بين زرار سيكوريتيك شفت لي بوليتيك لا تابيلي شنو ندير واش شفت كوماس شنو بغينا داك الشيء ايش كاين لو كاين ماشي جاي غير نظام كابيل شنو المينيستر دي سبور هذاك الهادي ولد علي هو اللي نحاني فور سي تو اون ا تو لي بابي نيمبورت كي بابي كو ديموندي جو رامان تري ديفيسيل نوتر ريجيون سيلوي كي نيم با لا جي اس كا ولا سيلوي كي نافي با لو بور سون فيس اون بلاص ا لا جي اس كا اي سور دون لا رو فو افي فو ميم لو ساب بوليتيك اي سون سورتي لو مير اي سورتي بوليتيك ليتو دراهم ليتو